الاستحواذ كام في المية الأول؟ الاستحواذ النهارده بتاع النادي الأهلي 66% مقابل حرس الحدود 34%. المحاولات على المرمى شايف، انا ممكن شايف ان هو اكتر يعني من 66 كمان يعني، لا ما اعرفش 66 34 لكن ماشي. والمحاولات بتاعت النادي الاهلي 17 محاوله منهم 6 صح، حرس الحدود 4 محاولات بس منهم واحده بس صح. كمان النادي الاهلي عمل كالعاده، النادي الاهلي بيوصل ل 500 تمريره مع فايلر اسلوب لعب الاستحواذ. عدد التمريرات بتاع النادي الاهلي 553 تمريره مقابل 102 تمريره لحرس الحدود، يعني النادي الاهلي عمل أكتر من 5 أضعاف عدد تمريرات حرس الحدود، 553 مقابل حرس الحدود 102 تمريرة. يمكن النهاردة فايلر قدم مباراة تكتيكية ولا أروع قدام مدرب زي ما هم كده كانوا بيقولوا بلغة الكرة، مدرب رخم تكتيكيا أو مباراة رخمة تكتيكية زي كابتن طارق العشري، مدرب محترم جدا على المستوى التكتيكي. النهاردة فايلر غير طريقة اللعب 3 مرات. الأول طبعا هو بدأ بطريقة لعب 4-1-4-1، الارتكاز الوحيد كان عمرو السلية على يمين وحسين الشحات في مركز جديد على حسين الشحات اللي هو اللي في العمق، ومحمد مجدي قفشه ناحيه اليمين، كان بين ناحيه يمين رمضان صبحي، ناحيه الشمال جونيور اجايه قدام ازارو. 4-1-4-1 ديت الطريقه اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده في ماتش الزمالك، اللي هي تعتبر البعض بيعتبرها 4-3-3، بس في ماتش زي ده هي 4-1-4-1. لو بصينا على يعني وظيفه كل لاعب، الصوره اللي بعدها هنبص نلاقي كل لاعب وظيفته ايه، يعني بنبص نلاقي 2 سنتر باك، رايت باك اللي هو مثلا احمد فتحي، الليفت باك محمود وحيد، الديفنسيف ميدفيلدر اللي هو عمرو السوليه، الاثنين السنتر اللي في النص قفشه وحسين الشحات، رايت وينجر رمضان، ليفت وينجر اجايه، وقدام ازارو. دي اول يعني دي اول طريقه بدا بيها فايلر المباراه. عند الدقيقه 58 عند نزول ازارو، نزل في الدقيقه 58 طبعا ده نزول ازارو، نزول سوري وليد سليمان، خروج ازارو ونزول وليد سليمان. فطبعا لما ازارو خرج الطريقه اتحولت لايه؟ من 4-1-4-1 ل 4-2-3-1 اللي هي الطريقه العاديه اللي احنا بنلعب بيها لما خرج راس الحربه، اتحولت ل 4-2-3-1 بوجود عمرو السوليه جنب محمد مجدي قفشه، ورجع وليد سليمان كصانع العاب او 9.5 تحت جونيور اجاييه، ورجع رمضان في المكان بتاعه اللي هو بيلعب فيه على طول اللي هو الجناح الايسر، وحسين الشحات راح ناحيه اليمين. وبرده النتيجه فضلت 0-0، وفضل كابتن طارق العاشر رامي الاتوبيس ورا، دايما بنسميها طريقه الاتوبيس، ان انت بتدافع بالثلاث خطوط بتوعك في وسط ملعبك. النهارده فايلر الاتوبيس كان زحمه قوي النهارده، الاتوبيس كان زحمه، وفايلر ما غلبش، غير مره في الثانيه، الثالثه كمان بقى في الدقيقه 74 لما عمل التغييرين محمد هاني ومروان محسن. طبعا الطريقه بعد كده اتحولت لكام؟ ل 4-1-3-2، نزل مروان محسن كراسين حربه، وارتكاز واحد اللي هو عمرو السوليه، ووليد سليمان كصانع العاب، وعلى اليمين حسين الشحات، وعلى الشمال رمضان صبحي. لو شفناها بالصور هنبص نلاقي ان طريقه اللعب في اخر ربع، في اخر اللي هي من الدقيقه 74 اتحولت الى 4-1-3-2 راسين حربه. ادي الصوره اهي، دي في اخر ربع ساعه اتحولت الى 4 رامي ربيعه وايمن اشرف، كمان حول احمد فتحي كباك ليفت، محمود وحيد تعب بدنيا ده على تصريحاته، احمد فتحي راح الناحيه الثانيه. ليه احمد فتحي؟ ممكن في بعض المدربين خاصة اللي هم في أوروبا بيعتمدوا على الباك اليمين لما بيشوف فرقة مقفلة خالص وبتلعب اللي هي رامية الأتوبيس ورا، فبيفضل إن هو يحط الباك اليمين يحوله ناحية الشمال، يعني يجيب لعيب بيلعب برجله اليمين يحطه باك شمال، بحيث إن هو إيه ما يضيعش الوقت في إيه؟ في الأوفر. فأحمد فتحي يخش على طول ويعمل عرضية. على فكرة أحمد فتحي قدم مباراة كبيرة جدا، يعني قدم مباراة كبيرة جدا، إن أنت واحد بدأ باك يمين بعد كده وديته باك شمال، فدي بتبقى برضو بعض الرؤية عند المدربين الأوروبيين، إن أنت بتحط لعيب زي أحمد فتحي مثلا بيبقى هو جناح ظهير أيمن أصلا في الأصل بيلعب برجله اليمين، لما بتوديه ناحية الشمال مش هياخد بقى فترة ولا كده، لا ده هو عايزه يبقى إيه عدلته لجوه، عايزه يبقى باصص لجوه عشان يديك العرضية على طول، خاصة لما الفرقة كمان بتكون مقفلة جدا. وطبعا السبب الثاني إن محمود وحيد قل بدنيا، هو حتى كمان قال فايلر كيف التصريحات، اتخبط في دماغه، اتخبط في دماغه والتراجع اللي ممكن يكون بدنيا برضه والاصابه، فنزل احمد فتحي ناحيه الجانب الايسر، ونزل محمد هاني برضه بيمر بفتره كويسه ان هو عايز يديك عرضيات، ونزل لاعب براسين ايه حربه سواء مروان او جنبه طبعا جونيور اجايه راسين الحربه، وعمل كرات عرضيه، وكمان ادى تعليمات بان انت ما انت مش هتفك الاتوبيس ده غير بتسديده، يا اما كرات عرضيه يا اما تسديدات، تفك الاتوبيس غير لما يتقلب. ما هو حتى كان قال انا اتمنى هدف مبكر عشان اللي هي الاتوبيس اللي كان عامله كابتن طارق العشري، لا انت يا تفكه بكرات عرضيه اسهل حل عشان تفك التكتل ده، يا اما كرات عرضيه من الطرفين يا اما تسديده.
والنهارده السوليه حللك قدم لك حل. احنا دايما بنتكلم على دور السوليه في السكند بول، النهارده السوليه قدم حل نموذجي رغم ان هو لعيب بيلعب ديفنسيف ميد فيلدر، النهارده بيتقدم وبيسدد في تسديده ولا اروع من عمرو السوليه. الكوره اهي اتلعبت، ده حل من الحلول لما يبقى هو كابتن طارق العشري كل اللعيبه ورا، ده كل اللعيبه في منطقه الجزاء، فانت عشان تفك التكتل ده خبطت، ولكن ده حل مهم. ما احنا جايبين الصوره اللي فاتت دي ال 10 لاعبين ما بين خط ال 6 يارده وال 18، يعني في 12 يارده اللي هي في بدايه الهدف بالظبط، لو رجعت بدايه الهدف 12 يارده فيها 10 لاعبين من حرس الحدود و6 7 لاعبين من النادي الاهلي. هو رامي الاتوبيس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 والجون، يعني 10 جوه منطقه الجزاء. فده لازم يبقى فيه حل من الحلول، واحنا هنقابل كده في المباريات الجايه ان انت هتقابل كتير، فانت لازم يكون عندك حلول. هو الراجل اتصرف ان انت 4 1 4 1 بعد كده حولها 4 2 3 1 بعد كده حولها 4 1 3 2 بوجود ارتكاز واحد وراسين حربه، وعايز اعمل كرات عرضيه من الظهيرين احمد فتحي ومحمد هاني، وكمان حل التسديدات مهم جدا من عمرو السوليه، وكان ممكن قفشه قبل خروجه.